السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج FreeCAD، البرنامج المجاني الأوبن سورس اللي قوي في الكاد وفي البيم. طيب دلوقتي عايزين نضيف قائمة البيم هنا. أول ما بتختار وتختار أي واحدة من دول بتلاقي الشاشة اتغيرت وعمل ستايل أو اداك أدوات مختلفة تماما. طيب أنا عايز أضيف هنا البيم، فبروح للتولز وأقول له أدين مانجر، واجي هنا فلتر واقول له ان انا عايز اضيف البيم، فبتجي لي البيم اهي، بقول له انستول فبيبدا يعمل لها انستول ويبدا ان هو يسها طبعا. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده باجي هنا واقول له البيم ونبدا مشروع جديد مع بعض ان شاء الله. اول ما بتقول له البيم بتلاقي الواجهه بتاعت البرنامج اختلفت. بدا يبعت لي بقى السؤال ده، البيم سيت اب اللي هي انت عايز تشتغل بايه مثلا بالمتر. طب 3 دي فيو باك جراوند، الخلفيه بتاعتك هتبقى انهي الوان، تبدا تختار الالوان اللي انت عايزها، اليونت اللي انت تحب تشتغل بيها، النمبر اوف سيمل القصور العشريه، السايز اوف جريد هتبقى عامله ازاي، المين جريد لاين كلها قد ايه، الديفولت جريد بوزيشن، كل الحاجات التفاصيل دي بيبدا ان هو يديها لي عشان اخصص الشغل بتاعي. عايز كام باك اب احتياطي بحيث لو حاجه حصلت تقدر ان انت ترجع لها. الكاميرا، طيب لو انا ما عارفش اختار ممكن تيجي هنا بعد كده مانج وتقول له بيم سيت اب، فتجيب لك القايمه وتعمل التعديلات اللي انت عايزها. ممكن تقول له فيوز مانجر اهيت، هيجيب لك الشاشه دي. تمام، الشاشه دي هتقدر ان انت تضيف الليفلات لو انت حابب. طيب خلينا نقول له كرييت نيو. طيب لو جيت هنا ممكن تقول له ان انت عايز البيم فيور مانجر اهيت، في اي لحظه انت محتاجها ممكن تجيبها من هنا او من قناه مانجر، هتلاقي الحاجات كتير اتفعلت معايا. بيم سيت اب اللي احنا كنا لسه موجودين جواها، ممكن تقول له الفيوز مانجر لو هي اختفت تقدر ان انت تظهرها. في حاجات خاصه بالدورز والويندوز، تمام، تقدر ان انت تكريت من خلالها. ممكن تقول له طيب لو انا عايز اضيف مثلا بروجكت، هاجي هنا واقول له ضيف لي بروجكت، تقدر تختار اسم المشروع اللي انت عايزه، وتقدر تخش هنا في الخصائص هنا اهو الليبل بتاع المشروع هنسميه مثلا سيدرا، الاي اف سي تايب هل هو بروجكت ولا بروجكت لايبراري، الديسكريبشن بتاعك، الجلوبال اي دي، البروجكت الاوبجكت تايب، الفيس تقدر ان انت تحددها زي ما انت عايز. طيب بعد ما حددنا هنا ممكن تيجي هنا وتقول له عايز تحط سايت، عايز تحط بيلدينج. طيب ممكن تضيف ليفل لو انت حابب، وكل الحاجات دي برده ممكن توصل لها لو دوست هنا، هتلاقي فيه ان انت تقدر تضيف البيم. خلينا ننزلها كده اهي، هتلاقي هنا البروجكت، السايت، البيلدينج، الليفل زي ما انت عايز. طيب ممكن هنا نيجي نقول له احنا عايزين ليفلين، وخلي ده مثلا على 5 متر مثلا، تمام، وحط واحد كمان، تقدر تحدد لكل واحد فيهم الارتفاع بتاعه.